السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين، لاحبين كيفية تنزيل أوجه اللي نزلتها من الموقع. فثلاث نقاط: رفع الأوجه، سماح، هذا ميزة. نعم طلعت لي الذاكرة جهازي، حصل على هاي ثلاث نقاط. أروح على الذاكرة الداخلية، بعد الذاكرة الداخلية أنا إذا مباشرة بالذاكرة الداخلية باسم Watch Faces، تلاحظ هذا هو Watch Faces، أضغط عليه تلاحظ الوجه قدامه الملف التنصيب، كل وجه قدامه ملف التنصيب. في شي حالة أنا أي وجه أريد أنزله قدام الوجه مالته ما يتعبني، ما أعرف هذا يا وجه مثل ما كانت بتليجرام، كل وجه قدامه الصورة مالته، فهذا يسهل لي ويبسط لي. مثلا هسه عجبني هذا، راح اضغط على الملف مالته وراح اقول له تثبيت. وثبت. هذا اللي كان عندي، لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.